بونجور لي زونفون مرحبا بكم في هذه الحلقه من برنامج الكادو هذا البرنامج اللي كما قلت الخطره اللي فاتت هو كادو منا ليكم وهذا البرنامج بغينا نخبروكم فيه على احسن كادو مده الله لهذا الدنيا كاع واسكن تو ما راكم موافقين انه يسوع هو اعظم كادو في هذه الدنيا واذا هذه اول مره تسمعوا على يسوع غادي نعطيكم ابتي على كاع وشفنا شفنا في الحلقات اللي فاتوا واكيد اللي يشوفونا من الاول متذكرين كاع واش شفنا في هاد البرنامج صح ولا لا قلنا بلي من زمان بعيد في واحد المدينه في الجليل اللي سموها الناصره كانت تعيش واحد المراه اللي سموها مريم هاد المراه كانت مخطوبه لواحد الراجل يخدم نجار وهذا الراجل سموه يوسف في واحد النهار ارسل الله ملاك لمريم قالها انه هي غادي تحبل وتزيد شير وتسميه يسوع وهو غادي يجي باش يخلص كاع الغاشي في هذه الدنيا من الخطايا تاعهم وقلنا بلي الملاك قالها تاني انه هي غادي تحبل من الروح القدس مريم فرحت بزاف بصح يوسف ما عجبوش الحال الله ارسل ملاك ليوسف في منام وقال له انه خطيبته مريم غادي تحبل من الروح القدس صرا كما كيما قال الملاك وكما بغى الله وزيدت مريم الشير وسمتها يسوع في بيت له حسب رايكم وين نزاد يسوع اللي غادي يصير ملك والملك تاعو ما عندوش اي حد زعما نزاد في قصر ولا زعما نزاد في فيلا مليحه ولا في اوتيل مليح لا يسوع نزاد في وحده الكوري اسطل تاع حيوانات على خاطر مريم ويوسف ما لقاوش بلاصه وين يقعدوا فيها كي كانوا في بيت لحم تخبرنا الكلمه المقدسه باللي اغسطس قيصر اصدر مرسوم يقضي بإحصاء قاع السكان تاع الإمبراطورية كي كان يوسف من مدينة داود اللي يسموها بيت لحم اللي في منطقة اليهودية دا خطيبته مريم وهو راحوا باش يسجلوا اسماواتهم هما تاني وتخبرنا الكلمة باللي كملت يامات الحمل تاع مريم في بيت لحم قلنا تاني باللي نزاد يسوع في بيت لحم في وحدة الكوري تاع الحيوانات وعلى خاطرش والديه ملقاش بلاصة وين يقعدوا فيها وزاد جاء عنده الرعاة أو السراح بعد ما قالهم الملاك أنه المخلص تاعهم زاد في بيت لحم وجاءوا تاني المجوس بعد ما شافوا النجم تاعه طالع في الشرق وجاو باش يشوفوه له وتخبرنا الكلمة أنه جابولو بزاف الكادوات الغالية والمليحة للمزيود الجديد واش تبغي تقول ليسوع في عيد ميلاده؟ أنا بحبه بزاف 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 لحبك يا يسوع الحب الكود ديبل معك أه اني نحب نحبه بزاف ونحب نشوفه عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد ليسوع عيد ميلاد سعيد كان جيان اعظم كادول هذه الدنيا جيان يسوع المخلص كانت حاجه تفرح بزاف في هذاك الزمان اللي نزاد فيه يسوع بزاف الغاشي ما عجبهمش الحال وبغاو يقتلوه وتخبرنا الكلمة أنه هيرودس الملك زعف بزاف كي نزاد يسوع تعرفوا واش دار؟ أمر باش يقتلوا كاع الأطفال الذكور اللي في عمرهم عامين أو أقل من عامين بالصح الله ارسل ملاك ليوسف في وحدة المنام وقالوا يدي خطيبته مريم ولمزيد جديد يسوع ويهرب بهم المصر وتم كيما الله وسلك يسوع من الموت تخبرنا الكلمة المقدسة باللي يسوع كبر وكان نوفون تخي سبيسيال تعرفوا عليه على خاطر هو كادو من عند الله جاب يخلص قاع لغاشي من الخطايا تاعهم ويمدلهم حياة جديدة فيه على خاطر هو مشي كيفي أنا وكيفكم انتوما تخبرنا الكلمة أنه يسوع كان يشفي المرضى ويقعد مع الخطاة ويوري لهم كيفاش يتوبوا لله وقلنا باللي كي زاد يسوع بزاف الغاشي معجبهمش الحال كيما رجال الدين وغيرهم تامروا عليه الاشرار وصلبوه ومات يسوع على الصليب ودفنوه بصح تخبرنا الكلمه انه هو قام من الموت في اليوم الثالث وشافوه قاع الغاشي اللي يبغوه من بعد طلع للسماء واليوم هو جالس على يمين عرش العظمه يشفع على كاع الغاشي اللي يبغيوه امين إيمانا أنه يسوع اللي هو في سماء غادي يعاود يجي عدنا مرة أخرى من سما باش يدينا معاه لوين السما بيان سور وتما ما كانش لا حزن ولا بكاء ولا أمراض ولا عديان وغادي يكونوا معاه وين راه دروك صلاتنا أنه كل واحد فيكم يقبل هاد الكادو اللي مده الله باش يمسح لنا قاع الخطايا تاعنا حنا نبغيكم بزاف وصلاتنا أنه هذا البرنامج الكادو يكون صح كادو ليكم وتكونوا تستفدتوا من قاع واش شفنا فيه دروك نخليكم ونقولكم باي باي